اهلا بحضراتكم مره ثانيه، رجعنا لكم لسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المستمره مع حضراتكم لغايه الساعه 10 صباحا. اما دلوقتي هنروح لليندا عشان نطمنا على حاله الطقس. ليندا، طقس الجو حر اكيد، شديد الحراره الصبح يا جمانة. شديد الحراره بالضبط، شديد الحراره على اغلب الانحاء الصبح، بالليل هيكون معتدل ان شاء الله يا مسهل. نتمنى. اتفضلي. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرطوبة هتكون مرتفعة. بالليل الطقس هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. في النهاردة نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وده بيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة بالليل، ده غير الشبورة المائية اللي كانت موجودة الصبح على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 40 والصغرى 27، الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 26، مرسى مطروح العظمى 33 والصغرى 25، سيوة العظمى 40 والصغرى 23، بورسعيد العظمى 35 والصغرى 26، دمياط العظمى 34 والصغرى 25، الإسماعيلية العظمى 40 والصغرى 24، السويس العظمى فيها 39 والصغرى بتسجل 26. هنروح للعريش العظمى فيها 36 والصغرى 25، سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 20، طابة العظمى 38 والصغرى 25، شرم الشيخ العظمى فيها كمان 38 والصغرى بتسجل 27، الغردقة العظمى كمان بتسجل 38 والصغرى 29، الفيوم العظمى 40 والصغرى 25، بني سويف العظمى فيها كمان 40 والصغرى كمان بتسجل 25، المنيا العظمى 41 والصغرى بتسجل 25. هنروح لأسيوط العظمى فيها 41 والصغرى 26، سوهاج كمان 41 والصغرى كمان فيها 26، قنا العظمى 42 والصغرى 27، الأقصر العظمى 42 والصغرى 28، أسوان والوادي الجديد بيسجلوا أعلى عظمى النهارده وهي 43، الصغرى في أسوان بتسجل 29 وفي الوادي الجديد 26، شلاتين العظمى 39 والصغرى 26، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى بتسجل 27. من فقرتنا الجوية مشاهدينا دلوقتي هنروح لفقرتنا المرورية، وهنروح لمراسلتنا لميا حمدين في أول جولة مرورية ليها عشان تطمنا على أحوال شوارع القاهرة الكبرى. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك ليندا وعلى زمايلي في الاستوديو. السادة مشاهدي صباح الخير يا مصر، في اول جوله مروريه لي النهارده في صباح الخير يا مصر. الحقيقه زي ما قلت يا ليندا من شويه ان الجو هيبقى صعب شويه، درجه حراره عاليه، كمان الرطوبه عاليه بتوصل او بتعدي حتى ال 40 درجه في بعض المحافظات، وكمان خلي بالك انه في بعض المحافظات وخصوصا الحدوديه فيها نشاط للرياح والاتربه، وده هيخلينا ناخد بالنا بشكل اكتر واحنا سايقين. وكمان الصبح بدري بيكون في شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والطرق المعديه من والى القاهره، فلازم كمان ناخد بالنا في اعتبارات كتير هناخد بالنا منها اثناء القياده الصبح بدري او حتى بالليل متاخر. خلينا نتكلم بقى على الطرق النهارده، في حاله من السيوله المروريه موجوده على كافه او اغلب الطرق والمحاور الرئيسيه في القاهره وفي الجيزه زي ما الصوره بتوضح لنا. احنا دلوقتي متجهين لكوبري قصر دلوقتي مشاهدينا. كانت معانا مراسلتنا لميا حمدين، والحقيقه واضح ان في سيوله مروريه زي ما هي قالت على معظم الشوارع والمحاور الرئيسيه. دلوقتي هنرجع لاحمد والجمان عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. اليكم. شكرا لك يا ليندا.